السلام عليكم، ما كتلاحظوا معنا الاخوان عندنا هاد البلازما اللي ديالها كيركب لها. غادي نعملو لها اللوح ديال الليزر. ما كتلاحظوا الطريقه كيف جات، وصلنا للوح ديالها بيسيكلاس ديالها. ودابا نركبو الليد اللي نستعمل فيها هو هذا، ماركة اللي مزيانه كيعطي الضوء مزيان، وهذا الليد نص. وهذا هو الصالة اللي غنستعملو في وسط، يعني نستعملو في البلازما. غنستعملو معنا هاد اللوحة، هاد الماركة ديال اللوحة هادي، هادي أحسن ماركة ديال اللوحة هادي، كتسمى الأيا إسبانيا، ماركة مزيانة، فيه 4 مليم السمك ديالها، الغلاطة ديالها. هاد النوع ديال اللوح نوع مزيان، كاين النوع أقل منه في الثمن وأقل منه في الجودة. حنا دابا كنخدمو بالنوع اللي مزيان. هذا بالنسبة للوح، بالنسبة للبيسي بلاص، كيسي كلاس هو كذلك، كيسي كلاس هذا بيبدو النوع اللي مزيان، النوع كيسي كلاس اللي مزيان، هذا فيه 4 مليم، كيسي كلاس، وهذا كيسي كلاس، باش كيرجع لنا مزيان. هذا هو بيسي كلاس، هذا بيسي كلاس النوع اللي مزيان، اللي كيدوز الضوء مزيان. السمك ديالو كتشوف حتى هو فيه تقريبا 4 مليم، ماشي 3.5، يعني الشغلاطة ديالو كيجي غليظ. هذا الماركة اللي مزيانة، وكذلك مزيانة في الجودة، الثمن حتى الثمن ديالو زايد شوية شاد. هذا هو اللي غنستعملو باش كيدوز لنا الضوء مزيان. هذا بالنسبة لإيسي كلاس. أولا بونجا، هذا بالنسبة هذا اللوح، هذا البلاك لصق سبيسيال، هذا السيليكون، السيليكون ويسبي الزيت ديال الصبابة، هذه الصبابة أطلس ذهبي. هذه هي الصباغة ديالنا الذهبية، كنزيدو حتى هادي. ودابا كنبدا عملية صباغة الخوص. كما كتشوفوا الطريقة اللي كنصباغ بها، الطريقة يعني بونجا، لحقاش هاد بلاكي هذا يعني بالنسبة للوح ديالو بونجا كافية. بالنسبة إلا كان داك الام دي اف غليط، ويعني ما كتكونش صالحه للبونجا، لحقاش ديك الجنابات ديالو ما كيعمروش يعني بالصباغه، كيبقى باين. اما بالنسبه يعني اللوح اللي استعملنا، هذا اللوح هذا اللي مزيان، استعملت بونجا سبوخه، وفي نفس الوقت استعملت ديك الذهبي، اللي الذهبي اللي كيمشي مع اللوح، يعني كيجي مع اللوح مزيان، باش كيبقى اللوح في الطبيعه ديالو، ما كيخرجش على النطاق ديالو، يعني ما بغيتش نخرجوه على النطاق ديالو اللي هو اللوح. يعني واخا كنصبغوه كنضربوه بديك الذهبي، كما شفتوا الذهبي يعني اللي كيشبه اللوح، يعني مسبوق، وفي نفس الوقت كيبقى في الطبيعه، يعني في الاطار ديال اللوح، ما كنخرجوهش، يعني ما نمدوش شي لون اللي كنخرجوه على اللوح. دابا كنبداو المرحله ديال تنسيق الخوص. كنشوفوا بيسي كلاس ديالنا كيكون مزول، واللوح كنعمل لصاق سبيسيان، كنقيم لصاق سبيسيان، كنعمر بيسي كلاس ديالنا لصاق سبيسيان، يعني كنشدها مزيان، نعمرها حتى مربوط، نعطيها مزيان لصاق سبيسيان. لصاق سبيسيان الخوص هذا اللي يعني كيشد مزيان، يعني بالنسبة للبلاستيك واللوح راه كيتفكسا، معمرو كيتزعزع، متخافش منو مرة، يعني كيجي الصح، كيجي مزيان. وكنفكسيهم، كنبلمبوكم، كنتكاليهم بيدي، كنتكاليهم، وكنجيب مادة السيليكون. انا كنستعمل ثلاثه ديال المواد الخوص، كما تشوفوا بعد قليل غادي نعرفكم على المواد اللي كنستعمل. دابا تشوفوا السيليكون، المهم ثلاثه الانواع ديال الماده اللاصقه، يعني ثلاثه الانواع واحد الماده لاصقه، يعني منها السيليكون، وكاين واحد الماده اخرى، يعني باش كيشد مزيان. كندورو مع الجنبات ديالو كامل الخوص. حقاش الطريقه ديال تركيب الخوص هاد الديكور طريقه صعيبه،
يعني ما كيركبش على برا، يركب من داخل، يعني باش كيعطينا الشو الديكور. يعني حنا ركبت واحد الجزء يعني مع على برا ما كيعطيش هاد الديكور ديالو كيف ما هو، ما كيجيش مزيان بحال هكذا. اما يعني من برا ما يمكنش تفكسيه بشي طريقه يعني من غير التلصيق. يعني ما عندكش مثلا شي طريقه، يعني اما خصك يعني من السكاس، يعني الطريقه الصعيبه يعني باش كيتركب هاد. المهم احنا الخوص، المهم هيدا كيعطي منظر حسن اللي كيجي من على برا، كيجي من على برا كيجي مورق كما كنقولوا، هيدا كيجي من داخل كيجي شعال من الضو. انا ركبت واحد الطول وعرض كما كتشوفوا الطريقه كيفاش فيكسيناه، راه هو مفيكسي دابا. ممكن كنلصقو عاد كنزيد نصحو، يعني كنصحح الجنابات ديالو باش كيشد مزيان. يعني كنلصقو في الاول كنفيكسيه وعاد كنلحقش. انا قلت لكم عندي يعني 3 ديال المواد اللاصقه اللي كنستعمل اللي دايز مع الجنب. كما كتلاحظوا الخص، هذه الطريقه اللي استعملنا التركيب طريقه صعيبه ديال الشوت. هذه ماشي بحال اللي عسل الكباب على بعض، عسل الكباب على بعض وهو على الطاوله وكتفيكسها مع بعض، ما كتجيش فيها النظره بحال هكا شي مش كتبان. يعني عطيني شوف هناك باش كنفيكسيها من الداخل، يعني كتفيكسها من هنا من الداخل، يعني من هذا الحرف هذا كتجي مفيكسيها. يعني صعيب شويه التركيب، يعني خصها تجي بحال هكا. الطريقه ديالها باش تركبها بحال هكا صعيبه، خصك تكون باقي. يعني كنستعملو 3 ديال الانواع ديال الكور. كتشوفو المادة اللاصقة اللي استعملنا، كاين هاد جوج ديال كيجي بحال الكولا، المهم بحال العجين. هادي مادة لاصقة، هدا لصق سبيسيان ديال 3000 كيما كتشوفو، حتى هو كنعاونو بيه. وكاين السيليكون، يعني 3 ديال المواد اللاصقة اللي كنستعملو باش كنصحوها كيما كتلاحظو. كنركبوها وعاد كنزيدو نعطيوها الصح. يعني قلنا الطريقة هي هاكا، يعني فيكسيا، يعني كنفيكسيو بيكسي كلاص بوحدو وعاد كنفيكسيوها وكنشتيو كنزيد نصحها من الفوق باش كتجي صحيحة مزيان ديك المادة اللاصقة. المهم كاينة شي حاجة دروتوش، هادي كانت في القاع وطلعناها شويش ومازال هادي تصبغ ما تبقاش كيما هكداك. وخليكم معنا تشوفوا راكبه الضو ديالها. اللي بغى يشوف هاد الفيديو نخص طريقه التركيب ديالو قبل ما يركب اللوح وقبل الصباغه، طريقه ديال التركيب بالقبس، يعني الفيديو كاينه في اسفل الوسط، رابط الفيديو في صندوق الوصف ديسكريبشن. البلازما ديالنا هي هادي الخص، بعد ما ركبت لها فيكسينا هادشي. النظرة ديال الطريقة اللي قلت لكم، يعني كتجي حسن، كتجي من داخل، يعني كتجي من داخل احسن من كتجي من برا، وكيجي ديك الحواش ديالها باينين. الطريقة ديال الطورنيوس اللي معروفة، يعني ما كتجيش مزيانة وديك الطورنيوس كيجيو باينين. ها هو الضو شعل، شفتو كيفاش كتجي شعلة. كما قلنا ديك الروتوش اللي نتاحس ديال هاديك مازال عايدوز في الصباغ، غادي تبان احسن واحسن، يعني ملي غيدوز لهاديك التحتاني ديالها والسبعه. وهذه هي شاشه التلفاز بلازما ديالنا الخوص، كتجي رائعه. ربما اول مره كتشوفوا شاشه التلفاز بلازما على اليوتيوب، ربما اول مره كتشوفوها يعني بهاد الديكور هذا الخشب الليزر. ما كتشوفوها هيدا بالنهار كيفاش كتكون، يعني الديكور رائع كيجي وما مكملش. يعني قلت لكم يا الصباغ ديك الجناب التحتانيين، يعني حتى هاد الصباغه هاد اللون، هاد الصباغه راه مازال يتبدل، ما يبقاش هاد الميول ديال الاصفر، يقدر يتبدل لون اخر على حسب يعني المنظر. يعني يقدر يتبدل هاد اللون، عيبان احسن وافضل، غيجي رائع.